السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الوقت الحاضر كتعطينا قوة الاحتمال لهذه الدنيا التي اصبحت صعبة ومعقدة، ولذلك انا انصح، ليس يعني النصيحة هي نصيحة، ولكن بما اننا الان بصدد التمر فنعطيهم معلومات متكاملة. الناس جزاهم الله خيرا، الناس اللي خدامين عندهم توقيت مستمر، اللي خدامين في الادارات واللي كيركزوا جزاهم الله خيرا، حنا كنطلبوهم على رؤوسهم. نحن نترجاهم باش صحتهم تكون جيده. هذا هو التعاليم الاسلاميه. الناس اللي خدامين في المكاتب واللي عندهم ملفات واللي كيركزوا، اللي خدامين في الحاسوب، اللي في المحاكم، اللي في الامن، اللي هذا اللي عندهم واحد العمل في الشركات، اللي في الابناك، اللي كيطلب واحد الجهد فكري وذهني، وذي من الاحسن ياخذوا معهم ماء وتمر الى العمل. ياخذوا معهم ماء، يدير حتى هذاك المجر ديالو في الخزانه ديالو في المكتب ديالو، هذا واحد المجر في المكتب ديالو يعمروا بالتمر، حتى اللوز والفواكه الجافه جيده، ولكن ياخذ معاه تمر، يكون عنده تمر وماء في المكتب ديالو، ومن اللي يجي في المساء ان شاء الله للدار ديالو يشعل عشاء. ما خصوش ماشي ما نساليش الاكل، لا، ما خصوش ياكل وهو كيركز، لان ما غاديش يهضم، ولا خدا شي وجبه دسمه غادي تهلك، وربما يكونوا اخطاء في بعض الملفات، وربما يكون اشياء اللي غادي تاخر ديك الملفات. فمن الاحسن انهم ياخذوا الناس معهم تمر وماء المكاتب ديالهم، والنساء على الخصوص، النساء لان العيرات ولاو سريعي القلق ولاو سريعي الضجر، ياخذوا معاء وتمر ملي يرجعوا للديور ديالهم ياكلوا ان شاء الله يكون خير. السائله الاولى، نعم تكلمنا على المشكل ديال الذكاء، والمشكل هذا التمر يزيد في، ماشي يزيد في الذكاء، ولكن كيخلي الشخص يكون عنده راحه فكريه واحد ذهنيه جيده، لان الاعصاب ملي كيكون الكالسيوم فوسفور اليود فيتامين ب، هادو اشياء مانغانيز، كذلك المانغانيز، هادو المغنيسيوم، اشياء هذه جيده في حتى بعض الهرمونات اللي تكلمنا عليهم، الهرمون ديال المراه الحامل، وكاين عوامل النمو كذلك، في عوامل النمو بالنسبه للاطفال الصغار. نخليو الاطفال الصغار، نرجع لهم لان مهم للاطفال الصغار يعني اكثر من الكبار. هذه هي الاشياء ماشي كتساعد على الذكاء، ولكن كتخلي الفكر ما يعياش، يعني الجهاز العصبي ما يعياش. طبعا من اللي ما عياش راه غادي يكون ذكاء. كاين الاشياء اللي كتضاف الى التمر اللي كنا تكلمنا عليها، من حمض الاوميغا 3، منها بعد الاملاح الاخرى، من مكون السيروتونين، من الاشياء التي تزيد في ماشي تزيد في الذكاء، ولكن تزيد في راحه الجهاز العصبي، احسن نقول راحه الجهاز العصبي. فالذكاء، اما الانسان ذكي وخلق الله ذكي هكذا، يعني خلق الانسان ذكي، يعني وكان الانسان ذكي منذ ان خلق الله سيدنا ادم، ماشي عاد ولا ذكي. يعني انسان ملي خصه المفتاح اخترع المفتاح، ملي خصته الباخره اخترع الباخره، ملي خصته الصفيحه ديال الحصان دار صفيحه الحصان، علي وكان دائم هو الاهرامات، شوف كيفاش تبنات الحضاره ديال سباء، حضاره عاد وثمود، ارم ذات العماد، انسان كان قوي وكان ذكي وادكى من ما هو عليه الان. يعني كاين اللي شاف الان الحاسوب وشاف الاشياء تيتحب لي الانسان عاد ولا ذكي، لا بالعكس، حنا هاد الاخيوط الان اللي عندنا ديال العلم، غير جمعنا الاخيوط ديال العلم اللي كانت جايه مع الانسان، صافي حنا جمعناها في هذا العصر فقط، ليس هناك ذكاء دابا، بالعكس والناس ولاو كيضغطوا على الازرار. فنرجع، نعم يساعد على الذكاء، يساعد على الحفظ، خصوص الاطفال الصغار اللي غادي يحصلوا دابا. الان وصلت للاطفال الصغار، علاش عندهم الاطفال الصغار؟ اولا خاص الان الاشياء اللي كتهدئ لهم الاعصاب، الاملاح المعدنيه من المغنيسيوم، اليود توا كيضبط الاعصاب، نعم فيه مكون فيتامين ب، هذا جيد للاطفال. لازم في الاطفال فتره التمر الصباح، ولازم ياخذوا معهم التمر حتى المدرسه. اذا قدروا الامهات ديالهم ينظموا شويه هذه الامور، يستغلوا هذه الفرصه ديال رمضان يولفوا الاطفال التمر. الاطفال الان ولاو عنيفين بحكم المحليات، المشكل ديال المونوسوديوم جلوتامات ولا سبارتام سيكلامات طوماتي اللي كاينين في الحلويات الصناعيه فعلا، ولا الطفل دابا مود الطريق، حتى طبيعه الكازيين الان، الكازيين الان ديال الحليب والجلوتين ديال القمح الان ولاو كيديروا واحد العنف عند الطفل، كثره الحركات ثم بعض المضافات الغذائيه اللي منها التارترازين، منها البنزوات، من الاشياء الاخرى اللي كتضاف للاكل. الطفل الان بحكم الاكل ديالو الصناعي ولا مود طريب، ولا متوتر، ولا قلق، ولا على اين، فهو محتاج الاشياء اللي كتضبط الاعصاب ديالو، اللي خصو يفطر بالتمر ويديه معاه للمدرسه. ثم خصو القطاني، لان القطاني هي اللي كديتوكسي، كدير واحد الكلينز، كتغسل الجسم من مكون، فيها مكون الموليبدين اللي كيحيد الكبريت، كيخرج الكبريت من الجسم. الطفل محتاج للتمر لان فيه عامل نمو. عامل نمو الاطفال فيهم عامل نمو، يعني قليل المناطق اللي كتستهلك التمر بكثره، قليل فين كنلقاو لي منانيزم، هذوك الناس اللي قصار بزاف.
قليل قليل يعني القامة ديالهم هي متر وستين الفوق. نعم. يعني وكذلك ما كاينش سمنه، كنلاحظوا على ان المناطق ديالنا حنا نيت المناطق الصحراويه المغربيه ما كاينش سمنه. نعم. الا الناس اللي داروا واحد السمنه مصطنعه بحال. نعم. في مدينه العيون اشي كاين بعض النساء اللي كياخذوا بعض العقاقير باش يغلاضوا. نعم. هذه اشي انا كنسميها عارض، هذه اشياء عارضه، سمنه مصطنعه. نعم. ولكن الانسان الصحراوي هو معروف عليه ان العظام ديالو صلبه، انه عنده جسم خفيف، انه يعني يركب على الجمال ويعني ويركز ويرى من بعيد وما الى ذلك. هذه الخصائص هي خصائص التمر. نعم. الإنسان العربي الأعصاب ديالو عندها خصائص التمر، التمر يضبط الأعصاب، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركز على هذه المادة الغذائية دون غيرها كمادة غذائية، مش كعشوب للعلاج، كمادة غذائية ركز على التمر. إلا أن يكون الآن هذا التمر هذا خصو يكون طبيعي. نتكلمنا على أنه ممرشوش بالمبيدات، نعم، ولكنه مشع في كثير من البلدان كيخضع للتشعيع. لماذا؟ لأن هذا التشعيع اعتبره الناس، أنا لم أعتبره، أنا من كخبير أنا من ضمن الخبراء ومن ضمن العلماء، أنا عندي رأيي، أنا عندي خبرتي وعندي رأيي، أنت كباحث أنا لن أعترف بالأساليب التي تستعمل التشعيع، لن أعترف بها حياتي حتى أموت، لأن هذه الأشياء الآن هي مضرة أكثر ما هي نافعة. نستعمل الآن وسائل التصبير والتحفيظ المواد الغذائية التي تقضي على الجراثيم، يعني طالت حتى التمر كله يعني حتى الزيتون الأسود، حتى السمك تشعيع الآن، السمك يتشع ماشي في المغرب باقي ما كيشعش. يعني إذا نخطو التمر ديالنا الحمد لله موجود. كاين بعض الدول اللي بدات تشعيع بحال تونس والعراق وبعض الدول الأخرى اللي كيشعوا لهذا الأسلوب ديال التشعيع ديال اللي كيستيريليزيو به التمور. ولذلك انا كما قلت اسلوب التشعيع لن اقبله ان 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 يجرى لاي ماده غذائيه. نعم. كاين عندنا الحراره ممكن نصبروا بحال السمك الان راه كنديروه في علب كنصبروه كنطيبوه ما كاين مشكل. ولا ممكن نجفوا، ممكن نملحوا، ممكن نديروا سكر بحال المربى الكونفيتير، مربى كاين فيه الناس السكر اللي كيديروا واحد البسطره كيبقى ما كاين مشكل. ولكن التشعيع الذي يعتبر تقدم علمي بالنسبه لي فهو خراب علمي. لان ليس هناك تشعيع غير مضر وغير ضار. ولذلك هذه الطرق هذه الناس باش ما نعطيوش واحد النصيحه على التمر ونخليو الناس ياكلوا اي شيء. كاين التمر في المغرب، عندنا التمر، عندنا بوفقوس، عندنا بومجول، عندنا التمر، عندنا زاكوره والمتافيلات، هذو مناطق اللي فيها التمر ربما ما يكفيش للاستهلاك، ربما نستوردوا. ولكن حتى الاستيراد خص تكون الشهاده الصحيه ويكون تمر غير مشعه وماشي تمر راجعه من الاسواق.